السلام عليكم، أنا كاملة من سقة من يافا. بدي أوجه كلمة لأهل البلد. أنا بديش أحكي قصتي من أولها لأخرها، بس هيك إشي بسيط، إنه بدي أوعي أهل البلد بخصوص البيوت اللي بتروح منها، اللي شركة عمدار بتسيطر عليها وبتاخدها منها. أنا كان لي مشكلة قبل 5 سنين مع شركة عمدار، إنه طلع لي أمر إخلاء وكانوا بدهم يطلعوني من الدار ويشردوني أنا وولادي، وسودت الدنيا بوجهي ومعرفتش إيش بدي أسوي، عشان كنت مرقت كتير ظروف صعبة، كان لي بشيتات رجل وتالبوال وكل ديون. كيف ما بقول حسيت مسخ شخور، فيش عندي، مش عارفة إيش أسوي. ناس دلوني على مكتب إخوان كبوب، توجهت لمحمد كبوب وحكيت له كل هاي القصة، وبلش معي خطوة خطوة، وصبرت وتحملت. وأمرات كنت أتعصب، أنا أقول خلاص مش راح يطلع لي ولا إشي، أبل مع كل هذا اتحملت ووصلت للي أنا بدي إياه بفضل الله وفضل المحامي محمد كبوب، اللي هو وقف معي من الأول للآخر. ومن أمر إخلاء وصلت إنه اشتريت الدار طابو وصارت باسمي والحمد لله رب العالمين. وهيها امبارح وصلتني والحمد لله رب العالمين. إذا أنا بدي أقول للكل إنه كل واحد بيواجه مشكلة مع شركة عمدار، في عناوين اللي بيقدروا يتوجهوا لها وبتقدر تساعدهم كتير وتوقف معهم. شكرا لكم.